الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله معلمًا وهادياً وداعياً ومبشراً ونذيراً، أحق الله به الحق وأبطل به الباطل، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، ترك الناس على المحجة البيضاء الليل والنهار فيها على سواء، ضياء كله. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه هؤلاء العظام الذين عرفوا الله فما عرفوا أحداً بعده، عرفوا الله فما ركنوا إلى الحياة الدنيا ولا إلى زينتها، عرفوا الله فشمَّر كل واحد منهم عن ساعد الجد، علموا بأن السفر طويل وأن الزاد قليل وأن يوم القيامة رهيب وأن الديان حي لا يموت. صلاة يا ربي وسلاما دائمين متلازمين معطرين إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، تحت رعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، نبدأ أسبوعنا الثقافي من مسجد السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها بالعبور محافظة القليوبية، ونرحب بأساتذتنا العلماء الأستاذ الدكتور حسن القصبي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، كما أرحب بفضيلة العالم الشيخ الأستاذ صفوت أبو السعود مدير مديرية أوقاف القاهرة مدير مديرية أوقاف القليوبية. ونبدأ هذا الأسبوع الثقافي من هذا المسجد الطيب المبارك تحت عنوان الإيمان بالله واليوم الآخر. نعيش في هذه اللحظات كيف ربط الله بين الإيمان والعمل الصالح، وكيف ذكرت آيات كثيرة في القرآن حول معنى الإيمان الذي يتحكم في سلوك الفرد. نعيش في هذه اللحظات، فليتفضل الأستاذ الدكتور حسن القصبي وليحاضرنا تحت هذا المعنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما أجمل هذه اللقاءات الثقافية والأسابيع النورانية التي تبنتها وزارة الأوقاف متمثلة في معالي الوزير الذي أكثر من هذه الأسابيع وأكثر من الندوات وأكثر من ندوات البناء الثقافي، هذه الأسابيع التي تصحح المفاهيم وتنير الطريق وتهدي الناس إلى صراط الله المستقيم. وما أجمل أن تكون الصحبة المباركة مع العلماء ومع رواد المساجد ومع صحبة فضيلة الشيخ الكريم صفوت أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية الذي من كرمه قدمني عليه، جزاه الله خيرا. أما الموضوع الذي حدد في هذا اللقاء، ما أجمل أن تشخص الداء وتصف الدواء.
وما أجمل أن تشخص الواقع وأن تعيش مع الواقع، لأن الواقع هو الذي ينبغي أن نركز عليه. الناس ينسبون إلى أنفسهم كلمات، هناك من يقول أنا مؤمن، فإن قلت له ما معنى الإيمان، ما الذي تقصده بالإيمان؟ ولعل هناك من الآيات المحفوظة كثيرة يحفظها المتخصص وغير المتخصص، العالم وغير العالم، والأحاديث أيضا، ولكن أريد أن أركز على بعض النقاط وبعض المعاني في هذا الموضوع المهم، لأن الإسلام ما جاء إلا ليصلح السلوك. والإيمان وعنوان هذا اللقاء الإيمان بالله واليوم الآخر وأثر في سلوك الإنسان. يربط الله عز وجل لنا في القرآن الكريم النداءات. هل رأينا نداء في القرآن الكريم يا أيها الذين أسلموا؟ لم نجد ذلك على الإطلاق، وإنما إن أراد الله أهل الإسلام نادى عليهم بالإيمان، ولم ينادي الله عز وجل بالإسلام إطلاقا. فإذا أراد الله أن يعمم على البشرية نادى يا أيها الناس. وما وعد الله عز وجل وعدا في القرآن الكريم لمن سمى نفسه مسلم، وإنما جاء الوعد في القرآن الكريم للإيمان. التفت إلى بعض الآيات، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، وعد الله الذين آمنوا. حتى إن جاء الإسلام تجد يؤكد الله عز وجل بعد الإسلام بالإيمان، إن المسلمين والمسلمات فقط والمؤمنين والمؤمنات. لماذا؟ لأن الإسلام إنما هو ظاهر والإيمان باطن، ولن يحركك إلى أي سلوك، إلى أي أخلاق، إلى أي آداب، إنما الذي يحركك إلى ذلك إنما هو الإيمان. ولذلك المتتبع للسنة النبوية المطهرة، لم نجد في السنة النبوية المطهرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصلي أو فليصم أو فليزكي أو فليحج إلى بيت الله الحرام، وإنما المتتبع لسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ارتباط بينها وبين السلوك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لماذا؟ لأن العبادات دون أثر على أرض الواقع عليك أن تراجع نفسك فيها. فمن صلى وحافظ على الصلوات ثم لم نجد أثر الصلاة التي هي الوازع لها الإيمان على أرض الواقع فعليه أن يراجع صلاته، ومن صام فلم يخرج بالغاية من الصيام عليه أن يراجع صيامه، ومن زكى ومن حج إلى بيت الله الحرام. الغايات هي الآثار، والآثار الذي يحركها الإيمان، الذي يجعلك عندما تسمع النداء فتلبي إلى الصلاة أنك تعلم أنك ستقف بين يدي الله عز وجل في يوم سائلك ماذا فعلت عندما استمعت إلى النداء، الذي يجعلك تتقن في عملك لا رقيب عليك إداريا مهما علت أدوات الرقابة، ولكن الناحية الإيمانية أن الله عز وجل سيسألك عن هذا العمل يوم القيامة، الذي يجعلك تغض بصرك إن رأيت حراما. الإيمان الذي يجعلك لا تمد يدك إلى الحرام إنما هو الإيمان، الذي يحركك إلى كل فضيلة إنما هو الإيمان، والذي يبعدك عن كل رذيلة إنما هو الإيمان. فكأن إنسان بلا إيمان كأنه جسد بلا روح. الإيمان هو الروح الذي نتحرك من خلالها، ولذلك
إن أردنا أن نشخص على أرض الواقع، من صلى ثم وجدناه فاحش القول، ثم وجدناه لا يرعى الله في حلال ولا حرام، هل هو في هذه الحالة يرعى الله في إيمانه؟ الإيمان لا ينفى من قلب مسلم على الإطلاق. لا يستطيع أحد أن يقول إن فلانا ليس مؤمنا، لا، من حقك هذا على الإطلاق، وإنما غاية الأمر الإيمان يزيد وينقص، يزيد الإيمان بالطاعة والتقرب إلى الله عز وجل، وينقص بالابتعاد عن الله. وإذا أردت دليلا، عليك أن تنظر إلى حال الناس في رمضان، ملائكية بسم الله ما شاء الله، الناس في رمضان كأنهم ملائكة يسيرون على الأرض. لماذا؟ ملئت المساجد بالصلاة، أمسك لسانه لأنه صائم، أمسك يده عن الحرام لأنه صائم، فترتفع درجات الإيمان في قلبه. فإذا من فض بعد رمضان وانفض عن الطاعات نقص الإيمان من قلبه، وإلا كيف نفسر ما جاء في القرآن الكريم؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لماذا؟ الإيمان سلوك، الإيمان على أرض الواقع، الإيمان تفعيل على أرض الواقع. صفات المؤمنين تختلف عن صفات المسلمين. صفات المسلمين مصلي، صائم، مزكي، حج إلى بيت الله الحرام، لكن صفات أهل الإيمان تجد القرآن الكريم سرد لنا أوصافا تختلف عن صفات أهل الإيمان. وسأقف مع آيتين في القرآن الكريم يكفينا حتى نبين أين نحن من هذه المنزلة العالية. في أوائل سورة الأنفال الله يقول لنا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، وأرجو أن نوسع المعاني الكبيرة التي أرادها الله الناس في زماننا الآن. بعضهم أراد أن يتحلل، وبعضهم أراد أن لا يفهم، وبعضهم لسوء فهم قصر المعاني الكبيرة في زاوية ضيقة. فإذا قلت لأحد أذكر الله، تجد أنه يلهس بلسانه فحسب. ذكر الله باللسان وبالأفعال، تذكر الله عندما ترى آياته، عندما ترى سننه، عندما تسير على الأرض، عندما ترى السماء بلا عمد، عندما ترى الأرض مهدها لك. الله عز وجل موجود، نراه في كل حركة وسكنة. ولذلك إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، ما أوصافهم؟ ما أوصافهم؟ استمع إلى القرآن الكريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لماذا يجل قلبه؟ لماذا يرتجف قلبه؟ ليس خوفا، الله لا يريد عبادا خائفين، الله يريد عبادا يتلذذون بذكره، الله يريد عبادا ينعمون بالطاعة، الله يريد عبادا يتقربون إليه، الله يريد عبادا يكونوا معه في كل لحظة وحركة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته. ماذا تفعل هذه الآيات؟ لم تنشئ إيمانا، الإيمان موجود، وإنما غاية الأمر الآيات زادتهم إيمانا، زادت اليقين يقينا، وزادت العلم علما، ورفعت النفوس إلى أعلى الدرجات. لأنه مع من؟ مع الله، لأنه في معية الله، لأنه يعيش مع الله عز وجل. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما أجمل هذا الوصف! ماذا عساك إن كان توكلك على الله جل وعلا؟ ماذا تريد من البشر إذا كان التوكل دائم التوكل وكمال التوكل؟
تأكله مع الله جل وعلا. ماذا تحتاج من الخلق إذا كان الله معك؟ وما أجمل هذه المقولة: إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. وعلى ربهم يتوكلون. أوصافهم: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الجميع يحفظ أوائل سورة المؤمنون، لا يخلو حتى الصغير من حفظها. وصف الله لنا أوصاف المؤمنين في هذه الآيات: قد أفلح المؤمنون الذين يصلون فحسب، الذين يصومون فحسب، الذين يزكون فحسب. قصرنا الإسلام على عبادات، فإذا وضع أحدنا قدمه خارج المسجد وجدنا انفصاما وانفصالا بين العبادات والمعاملات. وأختم بهذا المعنى حتى لا أزيد في الوقت: الإسلام كل لا يتجزأ. ظاهرة الانتقاء لا توجد في الإسلام على الإطلاق. ليس المسلم مخير أن يكون صادقا في جانب وغير صادق في جانب آخر، أمينا في جانب وغير أمين في جانب آخر. الإسلام كل لا يتجزأ. عليك إن كنت صادقا أن تكون صادقا في جميع أحوالك، أمينا أمينا في جميع أحوالك، وفيا وفيا في جميع أحوالك، حسن القول مع الجميع، إعطاء الحق مع الجميع. لا انفصام على الإطلاق في الإسلام، كل لا يتجزأ. وإذا أردت وعد الله، وإذا أردت الخير من الله، وإذا أردت أن يعطيك الله، لن يعطي الله عز وجل من امتثل ظاهرا ولم يمتثل باطنا. لم يعطي الله عز وجل من كان باطنه يخالف ظاهره. فعل الإيمان في حياتك، ستسعد في الدنيا والآخرة. ويكفينا وعد الله جل وعلا لمن أراد الله أن يثبت له الأقدام وأن ينصره وأن يفتح له كل الأبواب. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ماذا تريد بعد هذه الثلاث؟ أقصى ما تتمنى في حياتك أن يحقق الله لك هذه الثلاث. ولكن لكل عبادة غايات، ولكل وصول أهداف. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا إيمانا صادقا. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان الصادق يا كريم، وتقبل منا صالح الأعمال يا أرحم الراحمين، وارحمنا برحمتك الواسعة. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله فضيلة الأستاذ الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر. طبعا الواحد يعني يحب العلماء حب شديد، لكن حب علماء الحديث حاجة تانية خالص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمهم. الله يلقى من رجا دوم اللقاه، بالحب لو قلب محب قد رجاه. أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هواه. من كان يطمع في لقاء حبيبه لا بد أن يخلي الجوارح من سواه. اصرف فؤادك للإله بذكره، دوما تجده وقد أجابك من علاه. فهو الحبيب لمن أحب لقاءه، هو سمعه، هو عينه، هو حفظه وكماله. يلقاه بالفضل المرجى من نداه. يا عاقلا إن كنت حقا مؤمنا، كلم في الإيمان الدكتور حسن. يا عاقلا إن كنت حقا مؤمنا فكمال إيمان الفتى حب الإله. يا قلب أقلع عن هوى الدنيا، فما فيها سوى أوهام سعد واشتباه. واجعل وجودك خيرا في هذه الدنيا
فتحظى بالنعيم لمنتهاه. نستكمل هذه المعاني الجميلة مع فضيلة الأستاذ الشيخ صفوت أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية، فليتفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أصلي وأسلم على رمز الكمال وكمال الوجود سيدنا محمد، سيدي يا رسول الله، يا أكرم مبعوث وأفضل مرسل وشفيع قوم أذنبوا وأساءوا. أنوارك العظمى إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورى سعداء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن سار على هديه من أحبابه. أما بعد، أيها الجمع الطيب الطاهر المبارك، أحييكم جميعا بتحية الإنسانية، تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما لا يفوتني أن أرحب بسيادة الأستاذ الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، والسيد المحترم الأستاذ أحمد عصام المذيع بالتلفزيون المصري. وهكذا كما عودنا معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في مثل هذه الفعاليات واللقاءات الغير مسبوقة والتي تتناول دائما وأبدا القضايا المثارة في المجتمع وعلى ألسنة الناس. ولا يخفى على مسامع حضراتكم ما لعنوان هذا اللقاء من أهمية: الإيمان بالله واليوم الآخر ودوره في ضبط السلوك الإنساني. يعني إيه؟ إيه وجه الارتباط أصلاً بين الإيمان بالله، بين الإيمان بالله واليوم الآخر؟ إيه وجه الارتباط؟ هتلاقي دايماً في آيات القرآن الكريم يربط الله سبحانه وتعالى بين الإيمان به جل جلاله والإيمان باليوم الآخر. فتسمع مثلاً قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وإيه؟ واليوم الآخر. هتلاقي الآيات الشريفة ربطت دائما وأبدا بين الإيمان بالله واليوم الآخر. فتسمع قول الله تعالى: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الايه؟ واليوم الآخر. هترى وتسمع وسيادتك بتقرأ في كل ركعة من الصلاة سورة الفاتحة اللي ربطت برضو بين الإيمان بالله مع الإيمان بالإيه؟ باليوم الآخر. فتقرأ في آيات سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. تلاقي دايما ارتباط في آيات القرآن، مش عاوزين نتوسع. كذلك زي ما قال أستاذنا الدكتور حسن، حتى في الأحاديث النبوية هتلاقي ربط دايما وتلاصق وتناغم ما بين الإيمان بالله واليوم الآخر.
زي ما حضرته ذكر الحديث النبوي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله ها واليوم إيه برضو واليوم الآخر فليقل خيرا أو إيه أو ليصمت. لا ده في إشارة، لا ده في دلالة، لا ده في إفادة، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لكل خلقه من لوازم الإيمان بي، من لوازم وضرورات الإيمان بالله أيوة أن تستعد وتكون على استعداد ليوم تسوى فيه كل الحسابات. فلن تكون مؤمنا بالله أصلا، أنت مش هتكون مؤمن بالله إلا إذا آمنت بيوم ترد فيه المظالم إلى أهلها، بيوم ستقف بين يدي ربك وتسأل وحدك: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي إيه؟ يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يبقى كأني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا لن تكون مؤمنا بالله إلا إذا كنت على استعداد للقاء الله يوم الحساب، واليوم الذي تسوى فيه كل الحسابات. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يبقى الارتباط واختيار الموضوع بمنتهى العبقرية والربط بين الإيمان بالله واليوم الآخر ودوره في ضبط السلوك الإنساني، كأنك أنت مش هتكون منضبط مسلكيا، منضبط أخلاقيا زي ما قال سيدنا الدكتور، إلا إذا كنت على يقين أن الذي يراقبك مش الكاميرا بتاعت المراقبة، مش جهاز رقابي، مش جهاز هيسألك، وإنما الذي يراقبك في كل حركاتك وكلماتك وسكناتك مين اللي هيحاسبك؟ الله عز وجل. يبقى الارتباط الوثيق بين الإيمان بالله، إنك تكون مؤمن بالله ومؤمن باليوم الآخر بيوم القيامة، هذا الإيمان هو الذي سيعدل سلوكياتك، سيعدد الأمور المسلكية في حياتك، هيكون أخلاقك زي ما قال سيدنا الدكتور، ولعل سيادته كان يقصد في هذه الإشارة إلى أعظم شخصية عرفها التاريخ، وهي الشخصية المحمدية. لما سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن خلق رسول الله، كانت أخلاقه إيه الشخصية دي؟ يعني ما هو يعني إيه سلوك إنساني أصلا؟ أنتوا بتقولوا الإيمان بالله واليوم الآخر ودوره في ضبط إيه؟ السلوك الإيه؟ الإنسان. يعني إيه السلوك الإنساني؟ يعني الشخصية اللي قدامي دي، الشخصية الإنسانية دي، هذه الشخصية هل تتوافق مع الشرع الشريف؟ ولا زي ما قال سيادة الدكتور إن الناس في المسجد غير الناس اللي بره المسجد، إن الشخصية المتواجدة في شهر رمضان غير الشخصية المتواجدة في سائر أيام العام؟ هل الشخصية اللي بتركع وتسجد لله، هل هذه الشخصية، هل هذه السلوكيات، هل هذه الأخلاق تتوافق مع الشخصية المحمدية اللي تحدثت عنها السيدة عائشة: حدثينا عن أخلاق رسول الله، فقالت رضي الله عنها: كان خلقه الإيه؟ كان خلقه القرآن، كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الإيه؟ على الأرض. يبقى الشخصية السوية، المسلك الإنساني لن ينصلح ولن يقوم ولن يكون
موافقاً لما ينبغي أن يكون عليه الإنسان إلا إذا آمن بالله ثم آمن باليوم الإيه؟ باليوم الآخر. طيب أنا هستفيد إيه؟ أنا هستفيد إيه؟ لما أكون عندي إيمان بالله وإيمان باليوم الآخر. شوف أكبر وأحسن علاج لحالات التوتر والقلق زي ما أشار سيدنا الدكتور برضو حالات التوتر، كيف أصل إلى مرحلة الاستقرار النفسي؟ مش أنت بتقول لي السلوك الإنساني يعني الشخصية الإنسانية المتوترة، الشخص المتوتر، الشخص اللي عنده حالة من حالات القلق، الشخص اللي عنده حالة من حالات الخوف والترقب، الشخص ده علاجه إيه؟ علاجه الإيمان. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم إيه؟ وهم مهتدون. قال تعالى شوف اللي هيصل بيك إلى مرحلة الاستقرار النفسي، إلى الراحة النفسية، إلى الهدوء القلبي هو الإيمان بالله. قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الله. يبقى إذن الإيمان مهم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الشخصية الإنسانية اللي بتعاني حتى من المحن والشدائد والابتلاءات وحالات القرب وحالات الضيق، الشخصية المؤمنة في حالات الضيق وفي حالات الابتلاء وفي حالات المحن وفي حالات الشدائد هيتذكر قول الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. نعمل ايه يا رب؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، الإيمان بالله، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إيه؟ إنا لله، أدي الإيمان بالله، إنا لله وإنا إليه. يبقى شوف الإيمان بالله إنا لله، والإيمان باليوم الآخر وإنا إليه راجعون. إيه اللي يحصل؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أختم بهذه الصورة المثالية التي ينبغي أن تكون عليها الشخصية المسلمة، الشخصية الإنسانية اللي هو الإيمان بالله ومراقبة الله عز وجل في السر وفي العلن. تلاقي إمام عظيم من أئمة التربية والتزكية زي الإمام السري السقطي رضي الله عنه وأرضاه، تلاقي الإمام السري السقطي وهو يربي الشخصية السلوكية الإنسانية في ابن أخته سيدنا الإمام الجنيد. إمام السري السقطي كان خالي الإمام الجنيد. الإمام الجنيد وهو عنده 6 سنوات خاله عاوز يربيه على الإيمان بالله وعلى الإيمان باليوم الآخر، فقال له إيه؟ يا جنيد، يا جنيد، إذا أويت إلى فراشك فقل 3 كلمات. شوف كيف تكون التربية وكيف تكون التزكية وكيف يكون تعديل السلوك الإنساني إلى سلوك شخصية محترمة تتوافق مع آداب القرآن وآداب رسول القرآن. قال له قبل ما تنام تقول 3 كلمات: الله ناظر إلي، الله شاهد علي، الله معي. قول الكلام ده لمدة أسبوع وتعالالي. قعد الإمام الجنيد يردد الكلمات النورانية المؤدبة المهذبة: الله ناظر إلي، الله شاهد علي، الله معي. بعد 7 أيام راح لخاله الإمام السري السقطي، قال له أنا خلصت 7 أيام. قال له يا ولدي، من كان الله ناظرا إليه، ومن كان الله شاهدا عليه، ومن كان الله معه. شوف الرقابة الإلهية على مدار 24 ساعة: من كان الله ناظرا إليه،
ومن كان الله شاهدا عليه ومن كان الله معه أيليق به أن يعصي ربه؟ أيليق به أن يعصي ربه؟ قال لا ما ينفعش. قال له فاستمر في ترديد هذه الكلمات حتى تشعر بأن قلبك قد سجد لله. فظل الإمام الجنيد يردد الكلمات الله ناظر إلي، الله شاهد علي، الله معي، حتى شعر بأن قلبه قد سجد لله. ياكل قلبه ساجد، يشرب قلبه ساجد، نايم قلبه ساجد، خارج البيت قلبه ساجد، داخل البيت قلبه ساجد. القلب اللي ساجد ده هيرفع امتى؟ راح يسأل خاله، لقى الإمام السري السقطي انتقل إلى جوار ربه. طب يعمل إيه في قلبه اللي أصبح في رقابة لله على مدار الـ 24 ساعة؟ فدلوه على أحد الصالحين فذهب إليه وحكى له قصته وسأله: يا سيدي، إذا سجد القلب فمتى يرفع القلب من سجوده؟ قال له: يا ولدي، إذا سجد القلب لا يرفع من سجوده إلا بالنظر إلى وجه الله. لا يرفع القلب من سجوده إلا بالنظر إلى وجه الله. أسأل الله العلي القدير في هذه الليلة الطيبة المباركة وفي هذا المكان الطيب الطاهر المبارك أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم احفظ علينا بلدنا، واحفظ علينا وطننا، واحفظ علينا مصرنا، رد عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين وحيل المحتالين وشماتة الشامتين. اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم ارزقنا حسن الختام. صل اللهم وسلم وبارك على حضرة نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله فضيلة الأستاذ الشيخ صفوت أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية خير الجزاء. يعني لما بلغونا أن في مسجد اسمه السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وأن العنوان الإيمان بالله واليوم الآخر، خطر في بالي أول ما دخلت المسجد أنها رضي الله عنها وأرضاها أول من آمنت من الرجال والنساء. تصبر مع النبي قد ما تصبر، ما شافتش أي نصرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الإيمان الحقيقي. لذلك استحقت، قال يا محمد، سيدنا جبريل قال يا محمد إن الله يخبرك أن تقرئ خديجة منه السلام. يقول له ربي يقرئك وأنا أقرئها السلام، يعني ربنا بيسلم عليها وأنا كمان أسلم عليها. بشر خديجة بقصر في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. شوف ربنا بيسلم على من؟ التي آمنت برسول الله عليه الصلاة والسلام، ويكفينا وهي تموت هذا المشهد يعني الرائع. حينما ماتت نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبتسم، قالوا بأنها كأنها بتقول له رأيت المكان الذي وعدتني به يا محمد، القصر في الجنة. ويعود صلوات الله وسلامه عليه، وهنا لأول مرة يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فلا يجد ابتسامة المؤمنة العظيمة السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. كما تحدث العلماء الكرام، الإيمان يغير الطبع ويغير السلوك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون إيماننا دائما مقترنا بالعمل الصالح، كما قال الله سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما بكم على خير. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، السلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. تقبل منا واقبلنا على ما كان منا، وصلي يا ربي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.